will move to another Sirat Ibn Hisham. If anyone has any question about it or about Rukhah, please don't hesitate to ask it. ذكر ولد نزار بن معد قال ابن عد سيدي معلش نسأل سؤال عن موضوع معلش نسأل سؤال موضوع صلاة الراكب بتصير الآن ما في مجال للسؤال لأنه نحن الله. لما نبدأ بشيء ما في مجال. طيب ذكر ولد نزار بن معد قال ابن إسحاق ولد نزار بن معد ثلاثة نفر مضر بن نزار وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار قال ابن هشام وإياد بن نزار وقال الحارث بن دوس الإيادي ويروى لأبي داود الإيادي واسمه جارية بن الحجاج وفتو حسن أوجوههم من إياد بن نزار بن معدي وهذا البيت في أبيات الله يعني ابن هشام اعتبر أولاد معد أربعة غيره اعتبرهم ثلاثة فأم مضر وإياد سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان يعني جمع بين الأختين هذا في شرعنا محرم لكن ظاهر كان مسموح في ذاك ويقال جمعة بنت عك بن عدنان قال إسحاق فأنمار أبو خثعم وبجيلة يعني هؤلاء قبيلتان مشهورتان من العرب قال جرير عبد الله البجيلة وكان سيد بجيلة وهو الذي يقول له القائل لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى ورئيسة القبيلة وهو ينافر يعني جرير سيدنا جرير الصحابي الفرافصة الكلبي إلى الأقرع من حابس التميمي أيضا صحابي يا أقرع من حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع وقال ابني نزار انصر أخاكما إن أبي أو وجدته أباكما لن يغلب اليوم أخ ولاكما وقد تيامنت يعني أصلها على رأي ابن إسحاق من اليمن من عدنان ثم لحقت باليمن وقد تيمنت فلحقت باليمن قال ابن هشام سيشرح لنا معنى قالت اليمن وبجيلة أنمار بن إراش بن لحيان عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بسبأ وأظن هذا الأمر معروف أو مشهور عند من يقول بالتبني وهو محرم شرع ويقال إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث ودار بجيلة وخثعم يمانية يعني أنهم ذهبوا إلى اليمن وإن كان أصلاً عدنان قال ابن إسحاق فولد مضر بن نزار رجلين إلياس بن مضر وعيلان بن مضر قال ابن هشام وأمه جرهمية يعني هذه من العرب البائدة وآخر قبيلة بقيت من العرب البائدة هي جرهم الذين هم أخوال أو تزوج سيدنا إسماعيل منهم وهم أخوال العرب العاربة قال ابن إسحاق وولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر مدركة من إلياس وطابخة من إلياس وقمعة من إلياس وأمهم خندف يعني هون ممكن نقسم مضر إلى خندف وإلى قيس عيلان أو امرأة من اليمن قال ابن هشام خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاع وقضاع أكثر قبيلة اختلف فيها هل هي يمانية أم عدنانية قال ابن إسحاق وكان اسمه مدركة عامرا واسمه طابخة عمرا وزعم أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها فاقتنصا صيدا فقعدا عليه يطبخانه وعدت عادية على إبلهما فقال عامر يا عمر أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد فقال عمر بل أطبخ فلاحق عامر بالإبل فجاء بها ولما راحا على أبيهما حدثاهما بشأنهما وقال لعامر أنت مدركة لأنه أدرك الإبل وقال لعمر وأنت طابخة لأنه طبخ وأما قمع فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بقمعة بن إلياس قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب طبعا في كتاب مؤلف بذلك هو الأصنام للكلب الذي أتذكره فلذلك وهذا يعني لما يقال أنه في الكعبة كان في وحولها 360 صنم ذكر هذه الأصنام ما بيعود يستبعد الإنسان أن يكون هكذا شأنه قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله هذا كان قاضي في المدينة المنورة أبو بكر كان واليا لعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز
قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن دحي يجر قصبه أو قصبه يعني أمعاءه في النار، فسألته عمن بيني وبينهم الناس فقال هلكوا. فلذلك ما تريدين بهذه الأحاديث وغيرها يقولون إن كل من لم يؤمن بالله بعقله فهو هالك. قال ابن إسحاق وحدثنا محمد بن إبراهيم الحارث التيمي هذا راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، أن أبا صالح السمان حدثه أن سمع أبو هريرة، وهذا كثير يعني في رواة الحديث. قال ابن هشام واسمه أبي هريرة عبد الله بن عامر، ويقال اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهذا الذي رجحه الإمام النووي من بين 30 خلاف في اسمه باسم سيدنا أبو هريرة. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن جون الخزاعي أكثم رأيت عمرو بن دحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله، قال لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحامل. يعني هنا تكون سيرة ابن هشام لشرح هذه الأحاديث وما إليه. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن دحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أمره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق، هؤلاء أيضا من عرب البائدة. وقال عمليق بن لاوث بن سام بن نوح رآهم يعبدون أصنام، فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ فقال لهم هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم أفلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى الأرض العرب فيعبدونه. يعني هون عم يسوق هذه القصة مشان يدلل على أنه عمرو بن دحي هو أول من غير دين العرب، لأن العرب كانوا على دين سيدنا إبراهيم من التوحيد، فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به بكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال ابن إسحاق ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يطعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حتى خفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان. هذه قصة ثانية ذكرها ابن إسحاق، القصة الأولى ذكرها ابن هشام، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة، وهذه البدن والإهلال بالحج والعمرة ما إدخال فيهما ليس منهم، يعني غيروا من دين إبراهيم وبقيت بقايا من دين سيدنا إبراهيم. فكانت كنانة قريش إذا أهلوا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني بعد ما يأتوا بالتوحيد يأتوا بالشرك فيوحدون بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلونها ملكها بيده. يقول الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عفوا عليها، قص الله تبارك وتعالى خبرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. عامة مفسرين يقولون إن هذه أسماء أصنام لقوم نوح، لكن العرب ينسبون إليهم هذه الأصنام، فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم وسموا وسموا بأسمائهم هنا فرقوا دين إسماعيل، يعني سموا بأسماء هذه الأصنام، ما حدا يزعم الله أعلم بذلك،
إنه هذه الأصنام هي نفسها انتقلت، لكن الأسماء انتقلت. حين فرقوا دين إسماعيل هذيل بن بدرك بن إلياس بن بطر اتخذوا سواعا، وكان لهم برهاط يعني هذا مكان، وكلب بن وبرة من قضاعة يعني هي قبيلة كلب التي منها سيدنا زيد بن حارثة اتخذوا ودنا بدومة الجندل، قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك الأنصاري وننسى اللات والعزى وودا ونسلبها القلائد والشنوفة. قال ابن هشام وهذا البيت في قصيدة له سأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى إن شاء الله. وكلب بن وبر بن تغلب بن حروان بن عمران بإلحاف القضاعة، يعني قضاعة كبيرة قبيلة كبيرة وتحتها قبائل أخرى منها كلب ومنها عزرة وأنعم من طيء وأهل جرش من مزحش اتخذوا يغوس بجرش، ويقال بل أنعم وطيء ابن أدد ابن مالك ومالك مزحش ابن أدد، ويقال طيء ابن أدد ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ. قال إسحاق وخيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن. قال ابن هشام اسمه همدان أوسلة ابن مالك ابن زيد ابن ربيعة ابن أوسلة ابن الخيار ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، ويقال أوسلة ابن زيد ابن أوسلة ابن الخيار. قال ابن هشام وقال مالك بن نمط الهمداني يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش، وهذا البيت في أبيات الله، يعني هون عم يستشهد ابن هشام على أنه كان جزء من قبيلة همدان إله صنمهم المعبود هو يعوق، ويقال همدان بن أوسل بن ربيع بن مالك بن خيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. قام إسحاق وذو البلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير، وكان لخولان صنم يقال له عميانس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسم بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عميانس بدوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون. يعني هذه بتوضح الآيات التي ذكر، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله زعم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال ابن هشام خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة وقضاعة، ويقال خولان بن عمرو بن قضاعة بن أدد بن زيد بن مهيع مهسع ابن عمرو بن علي بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال خولان ابن عمرو بن سعد العشيرة ابن مزحج. قال ابن إسحاق وكان لبن ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن قطر صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل ببن ملكان بإبن له مؤبلة يعني ذوات عدد ليقفها عليه التماس بركة فيما يزعم، فلما رأت الإبل وكانت مرعبة لا تركب، وكان يهراق عليها الدماء مرعية لا تركب، وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به ثم قال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي، ثم خرج في طلبه حتى جمع، فلما اجتمعت له قال يعني هون نحن وإن كنا نتبع المصالح هي أديم الشغل، شايف كيف كله بيتبع المصلحة وبيترك دينه على جنب. أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد. يعني هون اتذكر عقله، يعني شايف كيف لما تعارضت المصلحة مع لازم يكون عندنا ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في دوس صنم لعمرو بن حمامة الدوسي، قال ابن هشام سأذكر حديثة في الموضع إن شاء الله، ودوس بن عثام بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب ابن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأسد بن الغوث، ويقال دوس بن عبد الله بن زهران الأسد بن غوث.
قال ابن إسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل. قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه. قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم، يعني قبل أن يضعوها في المسعى، ينحرون عندهما. وكان إساف ونائلة رجل وامرأة نجرهم، هو إساف بن باغي ونائلة بنت وديك. فوقع إساف على نائلة الكعبة فمسخهما الله حجرين. هذا الكلام قيل في عهد سيدنا عمر الخطاب. ليش هلا ما بيصير معنا هيك هذه الأشياء؟ فأجاب سيدنا عمر أنه كان في أناس ما لا يرعون، لا عندهم قرآن ولا عندهم كتاب ولا سنة ولا، والآن نحن لما إن شاء الله نتعظ بالكتاب والسنة، فلذلك ما ارتفعت هذه الأشياء التي كانت تحصل لدى العرب يخوفهم الله بها. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، يعني عمرة هي من فضليات التابعيات، ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين والله أعلم. قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول بين من إساف ونائل، هي القصيدة اللامية المشهورة وسيذكرها ابن هشام بطول. قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صمما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهل. يعني بصراحة للأسف نحن وإن كنا لا نفعل هذه الأعمال البدائية، لكن نفعل أعمال شبيهة بها، نتناسى الله سبحانه وتعالى. فمن بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، يعني بيوت أخرى، هذول اللي ذكروا أصنام على هيئة إنسان، لكن في بيوت أيضا وهي بيوت تعظم كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي إليها كما تهدي الكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده. وكانت لقريش وبني كنان العزة بنخلة، هي مذكورة بالقرآن، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان بن سليم حلفاء بني هاشم. قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاصة، وسليم سليم بن منصور بن عكرمة بن خصف بن قيس بن عيدان. قال ابن إسحاق: قال شاعر بن عرب: لقد أنكحت أسماء رأس بقيرة من الأذن أهداها امرؤ من بني غنم، رأى قدعا في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزة فوسع في القسم. وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسموه في من حضرهم، والغبغب المنحر ومهراق الدم. وهذان البيتان لأبي خراش الهذلي. قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي خراش الهذلي، واسمه هو، يعني عم يذكر أسماء الشعراء، واسمه خويلد بن مرة في أبيات له، والسدانة الذين يقومون بأمر الكعبة. قال رقبة بن العجاز: هاجر راجز مشهور بالرجز، وسيأتي الرجز هنا، فلا ورب الآمنات القطن بمحبس الهدي وبيت المدني. وهذان البيتان في أجوزة الله، وسأذكر حديثي إن شاء الله تعالى. أبوه كان كذلك راجزا قبله العجاج، وابنه أظن نصر اسمه أيضا كان راجزا. وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنته وحجاب بن معتب من ثقيف. قال ابن هشام: وسأذكر حديثا إن شاء الله تعالى في موضعه. وهنا يعني نحن ننفر منها من كون سدنة، لكن كان يجيهم فلوس كتير هذول وإن كانوا ضالين. قال ابن عباس ابن إسحاق: وكانت منات الأوس والخزرج ومن كان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. قديد هذا موطن خزاعة على الطريق بين مكة والمدينة.
قال ابن هشام وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة وقد آلت القبائل لا تولي منات ظهورها متحرفين. هاي مش قصيدة مشهورة، قصيدة طبعا القصائد مشهورة الهاشميات، بيقول اللي بيقولوا الذي قرأ الهاشميات للكميت والليليات لامرئ القيس والروميات لأبي فراس الحمداني والخمريات لأبي نواس بيكون تثقف في الشعر. وهذا البيت في قصيدة له، قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب اللي هدم. وكان ذو الخلاصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم العرب بتبالة كما موضع. ويقال ذو الخلاصة، قال رجل من العرب لو كنت يا ذا الخلاص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورة. وكان أبوه قتل فأراد الطلب بسأله فأتى ذا الخلاصة فاستقسم عنده بالأسلام فخرج السهم بنهي عن ذلك. يعني مثل ما قلت يعني كانوا يتبعوا المصالح، يطلقوا دينه لما يكون مصالح. فقال هذه الأبيات ومن الناس من ينحلها امرأة القيس من حجر الكندي، يعني هذا الشاعر المشهور. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. وقال إسحاق وكان فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء، يعني كان في جبلين طيء، جبلين لقبيلة طيء يعني سلمى وأجا اسمهم هذول الجبلين. قبل هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب فهدمها، فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسول والآخر المخذم، فأتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهما له، فهما سيفا علي رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وكان لحمير أهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال ابن هشام قد ذكرت حديثه فيما مضى. قال ابن إسحاق وكان وضاء بيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناف لتميم، وله يقول المستوغر ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام قوله فتركتها قفرا بقاع أسحما عن رجل من بني سعد. ويقال إن المستوغر عمر 300 سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمرا، وهو الذي يقول لقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100 100 حدتها بعدها 200 لي وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. وبعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل، يعني هذول كمان الصنم، وإياد بسنداد، ولا يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداد. قال ابن هشام هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي، نهشل بن دارم جزء من قبيلة تميم، نهشل ابن دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناء ابن تميم في قصيدة له وأنشدنيها أبو بحر أبو محرز خلف الأحمر أهل الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد. طبعا مليت كثير من ذكر هذه الأشياء، بس أنا شعوري أنه نحن نمارس هذه الممارسات والمعلم إبليس واحد. في أي سؤال؟ What's meant by baby able to move on his own as a baby can crawl at a very early age? This is for the rest of. Please repeat the question. What is the meant by baby able to move on his own? I think it's quite clear. You know, you recognize between the baby that move by his own and the baby that incapable of moving by himself. I think this is quite clear question. من كان يسمى سعد من العرب في الجاهلية؟ هل ذلك الاسم الصنم أم مجرد اتفاق؟ Plenty of people that they used to be called Sa'd. And the Prophet صلى الله عليه وسلم did not change the name of سيدنا سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ and many other su'ud of the companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
How do I leave ghafla? By knowing Allah subhanahu wa ta'ala and by making in the heart that Allah subhanahu wa ta'ala is the best one and trusting, have full confidence of him. Does that mean walking a baby on his own or crawling? The movement per se, if he is independent in his movement, this is considered as doesn't invalidate the prayer. Whatever, you know, you carry him, you know, or incapable of movement of himself, this is going to validate the prayer, invalidate the prayer. So, how can I, as a son, please my parents? What I am responsible for when it comes to making parents happy when they are never happy? This is, I'm going to answer this question according to my look, you know. Whenever we judge any idea come from our parents, you know, by ourselves, you know, that means we are obeying our mind, you know, our intellect, you know. We should bypass this, you know, and understand that our parents, you know, they have their will, you know, and try to fulfill it. What happens after we die? Do we sleep, go to Aleen, or go to Jannah? The Prophet ﷺ did mention, "An-nawmu akhul maut." We have this experience every night when we sleep, and the main difference between naum and maut, that means that the ruh is going to control the heartbeat, you know, and breathing, you know, whereas in maut, not. What is the ruling of wearing yellow? This is, I think it's permitted. 12 matters break the prayer even after the tashahud. If this break after tashahud, that means the pillars of the prayer, they are completed, the compulsory, they are not completed because the salam is compulsory. That means this is makruh tahrim. Any more questions?